actually act as a financial institutions that are in the financial sector, day-to-day have been impacted by risks. We don't have any other option than to have been impacted by risks. لأن أنا لو هأفويد الريسك I will lose money. المشكلة إن إحنا عندنا تشالنجز جديدة الفترة دي. والتشالنجز الجديدة دي أساسا مش بتقل، هي it's an ongoing process و increasing مع كل الحاجات أو كل الألمس الفاكتورز الجديدة اللي عندنا تخش جوه حياتنا. ف please do welcome Mr. Ardin, General Manager of Foreign Investment and International Business Risk Management. We will put you around the economics of this management in light of future challenges. So. تسرفايف وتنين الريسكس اللي البروبابيلتي بتاعتها مش معروفه.
da to tak pane nevrátí. Kdykoliv mu ta osoba, ale přišel na jednu prost, hlava rán, transaction. A je skápe nekoliv šerge, to je šerge, to má na šerge, to co děli, na které na hry 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 hry, bez těm hry 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 transactions, tehsal fejlem v ekonomii. Hele, finusy v ekonomii, ty na finusy, co je to rádi finusy v ekonomii šetří. Barvu na to nebo hele, finus to hele, dnes to je vědom, u místa druhou dolar. Místa ten, ten kredit slajky, by nevsi na půl, ten ekonomii slajky. Ne. Ten kredit slajky, ten hele šoltr, a gora hele, The moment, the ETN, the view, the result, but then I have the ETN. It's but then I have the views. So then I cash, then I have the ETN. Then the correctors, then the next, the whole tip, the whole message of the name I have, the whole message of the name I have, the tip. And then we check out the loop, we check out the society in the disperse, more credit. الكريدت ده هو عباره عن قوه شرائيه لناس الاقتصاد. بناء عليه بنبدا نشوف الجي دي بي بتاع البلد او كميه السلع او كميه الانفاق بتزيد الجي دي بي بيزيد. فيقول لك احنا دخلنا ايكونوميك سايكل كويس طالعين. لا انت ما دخلتش ايكونوميك سايكل لان الايكونوميك سايكل عمرها ده في الادبيات الاقتصاديه كلها ما بيقلش على 30 سنه. طب ايه هي فوق 30 سنه؟ لان الايكونوميك سايكل الترو ايكونوميك سايكل مرتبطه بحاجه اسمها برودكتيفيتي مرتبطه بحاجه اسمها انوفيشن لازم يحصل اختراع لازم يحصل الليفل بتاع البرودكتيفيتي يزيد عشان يبقى فيه ايكونوميك سايكل العالم دلوقتي كل الحكومات وكل البنوك المركزيه اتعودت تعمل ايه؟ لما يبص يلاقي ان في الايكونوميك طلع والانفليشن بدا يزيد يقوم رافع سعر الفايده يهدد الايكونوميك لما يشوف في ريسيشن كل اللي بيعملوا ايه؟ يقوم مهدد سعر الفايده يخلي الناس تستلم نتيجه السياسه دي العالم بقى كله دلوقتي هاي ليفرج كل الناس خايفه من مستوى الديت اللي على الجلوبال على مستوى الجلوبال طب ده بيعمل ايه في الاقتصاد؟ بيخلي الحكومات وخاصه في وقت البانديميك او في وقت الانكسبكتد ريسكس بيخلي الحكومات تعمل ايه؟ ترجع الحل على المدى الطويل هو مش سستينبل، ايه الحل ده؟ ان هم يعملوا حاجه اسمها دي ليفرجنج. دي ليفرجنج يعني ايه؟ الفلوس اللي طبعوها في السوق والتاني كان اسمه كل شويه البنوك الحكومه تروح عايزه تسد اللي بعدها تستلف من البنك المركزي او تطلع عروض وتستلف من الناس الاقتصاديات دلوقتي بتعمل دي ليفرج بيسحبوا البونص بيسحبوا الاوراق اللي هي مالهاش معنى بيقللوا الكريدت بس في نفس الوقت مضطرين يعملوا حاجه عكسيه هو بيسحب الورق من السوق بيسحب الاهتمام من السوق بس بينزل فلوس طب دي مشكلتها ايه؟ ان في لحظه من اللحظات الاقتصاد في العالم كله هيقع في حاجه اسمها ليكويديتي تراب. ايه الليكويديتي تراب ده؟ لما الفلوس ما يبقاش قيمه، لما الانترست ريت تعجز عن تحقيق ادوات السياسه المنطقيه. وخلي بالك الاقتصاد الكبيره كلها في العالم قربت جدا لنقطه الليكويديتي تراب. والبانديميك اللي حاصل ده هم مش عارفين يتعاملوا معاه. ولا هيعرفوا طب ده اثر علينا ايه؟ احنا طبعا كلنا معظمنا بانكرز او ناس في الكوربريت ناس من الفاينانشال فيلد الفولاتيليتي اللي هتحصل في الاصول الماليه الفتره الجديده دي سواء الاصل الهادي ده كان بيلز كان بونز كان ستوك كان فورورد كان اوبشن هتشوف فولاتيليتي عاليه فما تصدقش ان انت هتبقى بتهدش البوزيشن بتاعك. انت هيحصل لك حاجه اسمها امبيرفكت هيتش. انا بدفع فلوس
question of being. لأن أصلا الدايركشن ده اللي ممكن تعرفه مش واضح. الانترست ريت محدش عارف. يفضلوا الميل بتاع ايدي يطلعوا في حوش ينزلوا في حوش ينزلوا في حوش محدش عارف. الكارنسيز الدايركشن اللي انت حضرتك بتشوفها دي سواء الكارنسي نازله بتشيل ولا بتشيل دي دايركشن شورت فيري شورت تيرم مش بس فيري شورت تيرم ده هاي ليفل ولا هاي. هديكم مثال بسيط خالص على مصر. يعني مش عارف طبعا مننا قد ايه شغالين في البنوك ومننا قد ايه شغالين في الفرصه ومننا قد ايه شغالين في ليسنج كومبانيز، بس في النهايه اللي حاصل ايه؟ لو اي حد فينا بص على النت انترست مارجن بتاعته او على البروفيت مارجن بتاعته هيبقى كام؟ تتاكد ايه؟ لان في مش هقول انسرتينتي الناس كل واحد بقى جسم افيرس هو مش عايز ياخد الاسم فبيتجهوا ايه؟ بيتجهوا ان هم خاصه الناس المصنعين اللي بيرجعوا لازم يستخدموا مواد خام من بره لازم يستوردوا اكسبوز للليفت هاند سبيس بيرجعوا للاتش تي بي اس. الاتش تي بي اس يا جماعه العقود اللي بتتعمل دي ليها كوست وكل ما يبقى الفولاتايل كل ما العقود دي بتاكل من المارجن بتاعه. واوعى تصدق ان الموضوع بيقف بس على حته المارجن. لا هي ممكن تسبب لك نص سواء انت كوربريت ولا بانك. لان فكره ان انت مش بتوير هاوس ريسك هي نظريا صح. بس في الحياه العمليه مفيش حد بيقول مش بيوير هاوس ريسك. انت لو جيت لي كمان بتقول لي انت شركه مثلا بتستهلك بتستورد قمح بتستورد سكر قطع قياس سيارات كتير. لو جيت تقول لي كمان I need potential cost بتاعت 100% هقول لك انا اسف. ليه؟ وخاصة في الظروف دي انا هعمل معاك الكونتنت وكل حاجة بس مش هوافق ان انا هنجي معاك 100%. ليه؟ لان انا من جوايا انا كمان اللي هقفله باك تو باك انا بعمل ايه؟ انا لو انا دخلت معاك 100% يبقى انت خلاص انت كمارجن امنت نفسك وطلعت بره الريسك بره الفولاتيليتي. البنك هو بالنسبه للبنك حول الريسك بتاع البنك من ماركت ريسك اللي هو مع حضرتك حوله لكريدت ريسك او اللي احنا بنسميه كاونتر بارت ريسك. لان انا لما قفلت الديله دي قفلتها مع بنك ايه؟ ايه اللي بياخد الريسك بتاع الديله؟ طيب في البنك التاني ده هيفي تريدر وخسر. انا البنك اللي قافل معايا باك تو باك انا خسرت. في الحاله دي هيحصل ايه؟ كونتراكشن اه مش هقدر ارجع عليك بس اللاين بيزنس ده هيبقى عندنا ريلاكتنسي عاليه قوي كبنوك ان احنا نكمل فيه. لان اللوسز بتاعته قدامنا. اللوسز بتاعته مهما تقول استراتيجي محدش احنا مش هنبقى سوفيستيكيتد اكتر من الناس اللي بره. الناس اللي بره لسه بقينا في مجال الهيتشنج والبقالهم كتير قوي. However they incur losses and significant losses. لان فعلا حضرتك انت قد يكون كمان هدفك ان انت فعلا تهيتش البوزيشن بتاع عميل الائتمان بتاعك. ده هدفك وانت مش عايز تعمل سوفيستيكيشن. بس انت ما تعرفش العقد اللي انت قافله مع البنك التاني باك تو باك ده هو بيبقى عنده الاف العقود عنده محفظه الريفرنس هو بيعمل ايه تاني؟ تاني حاجه في الاكتر ودي الاساتذه الامن بتاع الريفرنس بيتكلموا فيها لازم وانت راجل بتاع كوربريت تبقى فاهم الاستراكشر اللي معموله في الهيتش لان ما بقاش في حاجه اسمها بلين فانيلا هيتش. ده ناس قليله قوي اللي بيعمل بلين فانيلا هيتش وانا بعتبره ده نوع من الانفشنز. انت بتعمل هيتش مش بس عشان تثبت البرايسز او تثبت البارجز بتاعتك. انت بتعمل هيتش عشان تقلل الكوست بتاع الاسم. فغالبا بنعمل حاجه اسمها ستراكشر برودكتس. بنبني اوبشن على اوبشن بنعمل كولرز بنعمل في حاجات
الاختيارات حضرتك. انت كبروجكت مانجر لو ما انتش عندك القدره قدره على استقرار الايكونومي رايح فين؟ الايكونومي واستقرار الريسك اللي موجوده جوه الهيتشنج استراتيجي مع المبالغ دي بلاش بلاش نخش في البروجكت. معلش انا عارف الناس بتبص لي وبيسبقوا لي وبيقولوا لي عيب بس هو صح. بلاش تعرض نفسك لحاجه انت مش فاهمها. That's why انا معلش مش هطول عليكم بس هو جسمي كده كومه يعني يطلع ينادي على الناس في الاخر. هو عارف بس انا حابب اقول لهم ان لازم كنت بتشتغل ريسك مانجمنت تعرف ان اهم ريسك بيقابل المؤسسات والبنوك دلوقتي حاجه اسمها الاستراتيجي ريسك. يور استراتيجي الاستراتيجي اللي انت متخيل انها ماكسمايز البروفيت والار او اي والكلام ده كله. مش بقول ان انت غلط فممكن تفكر تكون صح بس لازم يبقى في دايما جوه الريسك مانجمنت بروسيس بتراجع الاستراتيجي دي كل شهر كل كورتر كل ايفنت. اللي بيحصل في البنوك المصريه او المؤسسات الماليه المصريه ان هم بس بيكتفوا بالاقرار على جاسس الريجليتور بتاعها وطول ما هم واخدين الريشيوز هم مبسوطين. لا ده مش ريسك مانجمنت. ريسك مانجمنت ان انت تغير الابيتايت بتاعك للبورد تخلي البورد دايما عند الابيتايت الصح. الابيتايت الصح يعني ايه؟ ما يخسرش فرصه وما يخشش في ريب في الترانزاكشن وهو مش قد البوسس بتاعته. ده مش هيجي ولا هيحصل غير لما يكون عندكم. مش هتكلم على الكاليبرز لان الكاليبرز برضه اهم حاجه بس حاجه لا تقل اهميه عن الكاليبرز حاجه اسمها انتربرايز بيزنس مانجمنت. لازم يبقى عندك انتربرايز بيزنس مانجمنت. لازم تسمع كلام الراجل بتاع الجسم وتدخله في البروسيس بتاع الديسيشن ميكنج. غير كده انت اكسبوز كل الاستراتيجي كل الاستراتيجي الجميله. احنا هنبيع 200,000 عربيه احنا مستورد 200,000 دولار وهنكسب 5% مش كل الاستراتيجي ملهاش معنى لو انت قدرت تمبات الريسك سيناريو جوه البروسيس بفريكونسي بالمناسبه خاصة الناس اللي بتشتغل في السلع الأولية أو الناس اللي بتشتغل في الرو ماتيريالز